جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة النبوية أيضا يسألون الإخوة: قرأنا أن الصلاة في مسجد به قبر غير صحيحة، وسمعنا من أحد المشايخ أنه تجوز الصلاة فيه ما دام القبر في غير القبلة، وجهونا جزاكم الله خيرا. هذا الكلام غير صحيح. المسجد إذا كان مبنيا من أجل القبر ولتعظيم القبر فإنه لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، سواء كان القبر في قبلته أو في غير قبلته، ما دام أن المسجد مبني على قبر ومقصود به القبر والتبرك بالقبر فهو مسجد مبني على القبر، يدخل في المساجد المبنية على القبور التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من بناها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وليس العلة كون القبر في جهة القبلة، بل العلة أن ذلك وسيلة إلى الشرك، لأن من صلى في هذه المساجد المبنية على القبور فإن ذلك يسبب له ولو على المدى البعيد التعلق بالقبر كما يفعل الناس معه كما يفعل القبوريون، فإن الوسائل التي تفضي إلى الحرام محرم بلا شك. ليس العلة كون القبر في قبلة المسجد، ولكن العلة أن هذا تعظيم للقبور وتعلق بها سواء كانت في القبلة أو في غير القبلة.